بعض الأخطاء اللي بطبيعة الحال 26 paesi e 24 sono andati a medaglia. بتنسيق جيد مونديالي دي جولي وهو رئيس اللجنة نحو إلى أغتنم الفرصة لأقدم كل تشكراتي للسيد رئيس الجمهورية. 26 دولة شاركت في هذا الحدث و24 دولة تحصلت على ميداليات. هذه نتيجة جد 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 ممتازة، وبالتالي فتحنا المجال للكل من أجل المشاركة. ولكن أريد فقط أن أنوه بأن الفائز الوحيد هنا فائز واحد فقط وهو الشعب الجزائري. وجدنا وشعرنا بحماس من طرف الجمهور الجزائري والشعب الجزائري في الملاعب التي كانت ممتلئة وبعد كما تعرفون جائحة كورونا، وهذا لم يكن بالسهل. والرياضيين إناثا وذكورا كما عندما وصلوا إلى الجزائر وجدوا هذا الجو، هذا الحماس الذي افتقدوه لمدة 3 سنوات من جائحة كورونا.